كلاش نمبر 3 شبرن مفعول فيه بأسماء استفهام شتيك أشني شا جملة اسمي عبد الرحمن القادري اسمي عبد الرحمن القادري شتيك غرشو شني اسمي اسم بن مضاف يا زمير يشو يا بن مضاف إلي قد زمير يعني اسم بني اسم بن مضاف يا بني مضاف إلي مضاف مضاف إلي رلايت بن مبتدا ٹھیک اسمی یہ ون وے مبتدا ٹھیک ام بل عبد الرحمن عبد الرحمن بالکل عبد یہ من مضاف الرحمن یہ من مضاف الی مضاف الی مضاف تو مضاف الی يعني عبد الرحمن مضاف مضاف إليه رلايت من يبدو موصوف عبد الرحمن مضاف مضاف إليه رلايت من يبدو بي شباش موصوف أم بدرود القادري يبين اسم منصوب اسم منصوب أمن شو هو زمير بوشيد يزن نائب فاعل شو بنا شتيك اسم منصوب أتمن شو هو زمير بوشيد يزن نائب فاعل شو بنا اسم منصوب يلبن اس نائب فاعل سيد الله هون يبين شبه جملة اسمية اور امبد بني ادبد صفت كمش موصوف اس عبد الرحمن مضاف مضاف الی رضیت موصوف بنو تمش بني پتی صفت اور موصوف یعنی عبد الرحمن موصوف اور القادری صفت عبد الرحمن موصوف قادري الصفات موصوف يصف تسير علي ابن خبر كذا سمجز ومبتدا البن خبر سيد علي ابن جملة اسمية خبرية ٹھیک أنا سمجھ آمد اسمي مضاف تو مضاف إلي اور مضاف مضاف إلي پر بني مبتدا عبد الرحمن مضاف مضاف إلي موصوف القادري اسم منصوب اتم سو زمير بوشيد نائب فاعل شبه جملة اسمية ہو پر بني صفت موصوف پر بني صفت من خبر مبتدا پر بني خبر سے جملة اسمية خبرية اب بچ جملة نمبر ز ما أرأيته ما رأيته ما رأيته فعل ماضي منفي معروف
صيغه بني واحد متكلم. شنو ما رايته؟ واحد متكلم. تا زميل يكمنس شباش فاعل. هو هو زميل منصوب متصل. زميل منصوب متصل يبقى مفعول به. مفعول به يعني ما رأيت. ها هو فعل ماضي منفي جنا منفي انجلش سي گو نو نہ اسی انکتر بیت صرف کلاس ہوچی اس کے پچھ ماضی منفی بنا ما داخل تے کرن شو منفی بنا نا ماضی ما رأيت نو واحد متکلم سی اتم شو تا ضمیر جون شو تا پشتو ایشو فاعل چدی زمین مرفوع متصل يبني فاعل يتبج هو زمين منصوب متصل يبني مفعول به چدی ودل فعل فاعل مفعول به جملة فعلية خبرية. جملة فعلية خبرية لازم كومبليت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.